اهلا بحضراتكم من جديد، ونروح لترند الاهلي ونشوف اللي اتكتب على السوشيال ميديا في الساعات الاخيره. نبدا مع بعض من كوره 11، وبيقولوا الضربات لا تترك كولر قبل المواجهه التاريخيه، الاصابات تثير القلق في الاهلي قبل مواجهه ريال مدريد. تفاصيل الخبر بيقولوا ان مارسيل كولر يشعر بالقلق بسبب كثره الاصابات اللي ضربت الفريق، وان هناك حاله تخوف شديد لدى كولر بسبب الاجهاد عند السوليه وعند فتحي واليو ديانج ومعلول وهاني، بجانب اصابه قفشه بنزله برد. يمكن طبعا الاجهاد هنا مش نتيجه انت لعبت مباراه يوم السبت او مباراتين في الاسبوع اللي فات، لا، الاجهاد نتيجه التحركات الكثيره، التنقلات. يمكن انت في بطوله ابو ظبي كنت موجود في اماره ابو ظبي، في الدوحه كنت موجود في الدوحه، ما اتحركتش كتير. لكن المره دي الفيفا عمل تنقلات عديده، بتتمرن في تطوان، مقيم في تطوان، تسافر تلعب في طنجه. طبعا الكابتن سيد والجهاز الفني تمسكوا بفكره ان هم يقيموا في طنجه عقب المباراه الاولى وما يرجعوش تطوان تاني، والفيفا وافق على ده. بس بعد يعني اقول لكم اجتماعات عديده وموافقات كثيره من مسؤولي الفيفا، وكان الامر متعلق بمسؤوليه الاهلي على هذا القرار، والحمد لله الفريق قعد في طنجه، وده افاد الفريق بدنيا حتى في مواجهه سياتل في الدور الماضي. طبعا كمان الاهلي كسب، تنقل من طنجه الى الرباط، مفيش طيران داخلي، ما كان في رحله عن طريق القطار البراك، الاهلي فضل يسافر بالحافله طبقا لرؤيه كولر. فكل دي تحركات اكيد ممكن تجهد البعثه وتعمل اجهاد بدني للاعبين، في ظل انك بتلعب ماتشين في اسبوع وعندك ماتشين كمان الفتره اللي جايه، ماتش الاربع مع الريال وماتش لسه يوم السبت، نتمنى يا رب يكون المباراه النهائيه. ففي جهد كبير جدا للجهاز الفني والجهاز البدني اللي بيشتغل على التاهيل والريكفري بالنسبه للتدريبات الاستشفائيه للاعبين. طيب حساب في الجول، اتكلم على الحكم اللي هيدير المباراه، الحكم الاوروغواياني اندرياس موتينتي. هذا الحكم هو هيدير مباراه الاهلي وريال مدريد في نصف نهائي المونديال. ادار 169 مباراه في مسيرته، اشهر خلالها 945 بطاقه صفراء بمعدل 5.6 بطاقه صفراء تقريبا في المباراه، يعني بيدي انذارات كثيره، بنتكلم 5-6 انذارات مثلا في الماتش. طرد 42 لاعب بالانذار الثاني، واشهر 54 بطاقه حمراء مباشره، ليصل مجموع المطرودين على يده 96 لاعب، يعني عدد كبير جدا من الكروت الحمراء، بمعدل طرد كل 1.8 مباراه تقريبا، يعني كل مباراتين لازم يطرد لعيب على ايده. احتسب 60 ركله جزاء بمعدل ركله كل مباراتين و8، يعني كل 3 مباريات لازم يدي ركله جزاء. نتمنى يا رب تكون المباراه اللي جايه الحظ حليف الاهلي ان ياخد ضربه جزاء منه. على فكره يمكن الحكم من اوروجواي معاه 2 مساعدين ايضا من اوروجواي، نيكولاس ساتران ومارتين سوي، والحكم الرابع ايفان بارتون، لكن حكم تقنيه الفيديو الاسباني خوانا مارتينيز، وفي اكتر من حكم اكيد موجود، في مساعد حكم وفي مساعد حكم تاني وفي حكم للتسلل وفي حكم اضافي في تقنيه الفي ار. وطبعا تقنيه النصف الالي، تقنيه التسلل اكيد موجوده في كاس العالم للانديه. كاس العالم فيفا، صباح الخير. تمسك باهدافك ولا تتركها، تجد نفسك تصنع المستحيل. طبعا تويتر فيها تحفيز كبير جدا من الفيفا لحارس مرمى الاهلي، تمسك باهدافك وان شاء الله باذن الله في مباراه الريال تقدر تحقق المستحيل وتتاهل للمباراه النهائيه. طيب في تصريحات مهمه جدا لجاريدو المدير الفني السابق للنادي الاهلي والعديد من الانديه العربيه والمصريه. قال الاهلي هو مثيل ريال مدريد في افريقيا. الملكي لديه الكثير من الاصابات وهناك اخفاقات مؤخرا، والفريق مرهق والاهلي يمكنه تحقيق المفاجاه. بيتكلم على فريق الريال، عنده اصابات وعنده غيابات ولعب ماتشات كثيره في الدوري الاسباني، لكن اعتقد الظروف متشابهه ما بين الاهلي والريال. الاهلي برضه لعب مباريات عديده في حاله اجهاد، لكن طبعا الريال عنده اصابات عديده اكتر، بيتكلم مثلا في 5-6 اصابات ابرزهم مثلا كريم بنزيما، لسه الامور مش واضحه، المفروض القائمه تعلن النهارده من الفيفا عشان نعرف ال 23 لاعب اللي موجودين في قائمه ريال مدريد. كمان تيبو كورتوا، في كلام كتير قوي على مساله جاهزيه تيبو كورتوا. النهارده الماركا اتكلمت على ان كورتوا مش هيكون جاهز، وفي صحف اسبانيه قالت لا، الكلام ده قبل ساعتين، قالت لا في امور ايجابيه ومؤشرات ايجابيه ان ممكن كورتوا يكون مع البعثه ويلحق مباراة السبت اللي جاي وما يكونش موجود في مباراة الأربعاء. هننتظر إعلان الفيفا لقائمة ريال مدريد عشان نشوف مين ال 23 لاعب، هل ميندي موجود؟ إيدن هازارد موجود؟ لوكاس فاسكيز هل موجود؟ كل ده هنستنى لما نشوف القائمة اللي المفروض تعلن النهارده بحد أقصى قبل منتصف الليل. طيب المصري الرياضي عامل تقرير إحصائي ورقمي ممتاز.
بيقولوا في تقارب في معدل الاعمار وعدد اللاعبين الدوليين لكل فريق. الاهلي في مواجهه ريال مدريد بنصف نهائي كاس العالم للانديه رغم فوارق القيمه التسويقيه. الاهلي بيمتلك 16 لاعب دولي، معدل الاعمار 26 سنه، القيمه السوقيه 29.2 مليون يورو. بص بقى على الريال، 14 لاعب دولي، يعني اقل من الاهلي باثنين لعيبه. معدل الاعمار اكبر من الاهلي بحاجات بسيطه، 27 سنه، القيمة السوقية طبعا بقى بنتكلم في 20-30 ضعف، 849 مليون يورو، دي القيمة السوقية لنادي ريال مدريد.